وأيضا حملت المباراة دخول اللاعب ماجد المرحوم بطقم مختلف عن فريقه الشباب في مجريات الشوط الثاني. سنتحدث في مجريات هذا اللقاء عن حالتين ربما قد يكون لصالح الفريق الشبابي ضربتي جزاء في هذه المواجهة، سنناقشها في هذا الاستوديو التحليلي. أيضا نشاهد الآن الطقم المخصص بالنسبة للفريق الشبابي الذي كان موحد لجميع اللاعبين، بينما كان اللاعب ماجد المرحوم مختلفا عن بقية زملائه في هذه المواجهة. الحديث هنا عن الجانب الاحترافي في دوري المحترفين، دوري زين السعودي لكرة القدم. عموما نقول ألف مبروك للشباب كابتن نايف العنزي، تعامل الشباب بشكل جيد في هذه المواجهة، إعادة الدين السابق بالنسبة له. عن هذه الصورة بداية. طبعا هذا خطأ إداري لا شك يتحمله يعني مدير الكرة بالإضافة للإداريين اللي موجودين على دكة البدلاء. طبعا الطقم مختلف لا توحي يعني باحترافية، وإحنا يعني الآن في دوري زين للمحترفين. قد يعني يتبادر الى الذهن او البعض يقول انها يعني حاجه بسيطه، هي انا في رايي الشخصي ان البعض يراها خط بسيط. لا 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 ابدا، هي حاجه ليست بسيطه، انه احنا ما يكون في اختلاف في الطقم، يعني هي توحي الى يعني في يعني تدعو الى ان يمكن يكون هناك عدم انضباطيه. طيب. او فوضى او ما الى ذلك. كابتن